السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. حلمي بكر يقترح طريقة لتأديب شيرين، وهذا ما قرر زوجها. وجه الموسيقار حلمي بكر رسالة إلى المطرب حسام حبيب زوج المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مطالبا إياه بضرورة الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات لأنها تدين زوجته، وأشار إلى أنه يرى أن عقوبة الوقف المؤقت مناسبة ولا داعي لذبحها بقرارات أخرى. وأضاف الموسيقار حلمي بكر أن الوقف المؤقت لشيرين عبد الوهاب عن الغناء يعد تأديبا لها حتى تنتبه إلى تصريحاتها على المسرح وتكتفي بالغناء فقط. يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء لحين التحقيق معها بعد تصريحاتها الأخيرة في حفلها بالبحرين، والتي قالت فيها اللي بيتكلم في مصر بيسجنوه، وهو ما دعا زوجها حسام حبيب لأن يخرج بتصريحات ضد النقابة، ويؤكد أن زوجته ليست مجرمة لكي تعامل بهذا الشكل. ووصل الفنان المصري حسام حبيب الدفاع عن زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضد القضية المتداولة حاليا بكسرة، وهي اتهمها بالإساءة لبلدها، حيث كشف أن هناك أحد العروض التي تلقتها شيرين خلال الفترة الماضية كي تحيي حفلة غنائية في قطر مقابل شيك على بياض تضع به المبلغ الذي تريده، وما كان منها إلا الرفض بسبب حرصها على وطنيتها وحبها لمصر. وأشار إلى أن هناك العديد من الأشياء مثل هذا الأمر ورفضتها شيرين لأن دولتها حذرت من التعامل مع هذه الدول، مؤكدا أنها تحترم بلدها احتراما كبيرا وتحب وطنها. ونشر حبيب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شيرين عبد الوهاب وهي تغني لمصر، وعلق على الفيديو بالتالي: يزايدون على وطنياتك، بس إحساسك ده أغلى من نفاقهم وحقدهم ونفسهم المريضة. صدقوا مصحتها وما صدقوش إحساسها وهي بتغني لبلدها، متضامن مع شيرين عبد الوهاب. يذكر أن العديد من الفنانين العرب تضامنوا مع شيرين عبد الوهاب في أزمتها. هذا وقد أصدرت نقابة الموسيقيين يوم الخميس قرارا بإيقاف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق فيما نسب إليها من تصريحات تضر بالأمن القومي المصري، على أن يتم التحقيق معها يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 آذار. وبدأت الواقعة بتقديم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب اتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلد لتتدخل في الشأن المصري، وذلك بعدما كشف عن إساءة شيرين لمصر من جديد وأثناء إحيائها الحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل قائلة: أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن. وأضاف في بلاغه المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالب الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية، بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة. ورغم أن سمير صبري قدم البلاغ ضد شيرين أمس، إلا أن النقابة لم تتحرك بشكل رسمي في هذه الواقعة، حيث كشف أحد أعضاء النقابة لموقع الفن أن النقابة لم تتعجل في اتخاذ أي قرار، وإنما تم عقد اجتماع عاجل من جانب النقيب
وأضاف المصدر أن النقابة استعانت بأكثر من شاهد للتأكد من صحة التصريحات المنسوبة لشيرين عبد الوهاب، من بينهم عضو بالفرقة الموسيقية للفنانة شيرين عبد الوهاب وأكدوا ذلك، ولذلك قرر النقيب إيقاف الفنانة إلى حين التحقيق معها. ومن جانب آخر، رد حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب على هذه الأنباء والقرار، وأكد أن شيرين لم تخطئ، وإنما ما جدل في البلاغ هو الفيديو الذي قدمه المحامي ضدها، كانت تقصد فيه الأشخاص الذين يريدون تشويه صورتها بلا سبب، ولكن تم فهمه بطريقة خاطئة، مشددا على حب شيرين لمصر ولوطنيتها. الجدير بالذكر، طلب والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب جميع الفنانين بغناء أغانيها كلفتة تضامنية منهم لها، وكتب على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: أدعو كل مطربات ومطربي مصر والعالم العربي لغناء أغاني شيرين وتنزلها على الفيس، وأولهم أمير الغناء وخلف المطربين تضامنا معها. وكانت قد تعرضت شيرين مؤخرا الى هجوم قوي من قبل ابناء بلدها باعتبارها اهانتهم مجددا في حفلها الاخير، كما قامت نقابة الموسيقيين بوقفها عن الغناء بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشدت شيرين عبد الوهاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل في قضيتها لحمايتها، وأشارت عبد الوهاب إلى أنها تتعرض لمؤامرة بعد منعها من الغناء بسبب ما صرحت به في البحرين. وبكت شيرين عبد الوهاب على الهواء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية عبر فضائية MBC مصر، وقالت: الرئيس السيسي أبونا وأنا بنشده في مؤامرة ضدي وبستنجد بيك ومعملتش حاجة، أنا زي بنتك بتعرض للإضطهاد. وأضافت: أنا أسفة ومش معقولة يتشكك في وطنيتي، الموضوع كبروه وحاسة أني دايما مستهدفة وقاعدة ببيتي وحاسة أني خايفة، وجالي تليفون في البيت وقالولي أروح لبنان، بس أنا مصممة أقعد في مصر ومش هسيبها. وفي وقعة سابقة، برأ الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية شيرين عبد الوهاب من كل الاتهامات بعد أن انتشر فيديو لها تقول فيه إنها خسارة بلدها وإنها أساءت إلى بلدها. فعرض عمرو أديب مقطعي فيديو الأول ظهرت فيه شيرين وهي ترحب بالحضور في الحفل قائلة: أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، وسعيدة بوجودكم معنا هنا لعودة مصر من جديد، فاتحة يديها للجميع لنعود لنسهر سويا من جديد ونغني. في الفيديو الثاني ظهرت وهي تطلب من منظم الحفل تعديل وضع الديكور بسبب السماعات والمرايا، فقالت: هذه هي المشكلة، أنا خسارة في البلد دي. وتعجب أديب من اتهام شيرين عدة مرات بالإساءة لمصر وتحويلها للنيابة العامة. هذا وقد تضامنت الفنانة الجزائرية فلة مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد قرار إيقافها عن الغناء في مصر على إثر تصريحها المثير للجدل في حفلها الأخير في البحرين، ووصفت فلة شيرين عبد الوهاب بأنها أجمل صوت يتربع على عرش الأغنية العربية. ونشرت فلة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة تجمعها بشيرين وعلقت عليها: معقول يمنعونا من سماع أجمل صوت مربع على عرش الأغنية العربية؟ أمال هنسمع مين؟ أنت يا حبيبتي فخر وحبيبة الكل. وبعد كل التعليقات والانتقادات التي وجهت لها، نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي شكر لجميع زملائها الفنانات والفنانين والإعلاميين والأصدقاء والمتابعين الذين وقفوا إلى جانبها في المرحلة الصعبة التي مرت بها، وعلقت قائلة:
من نعم ربنا عليا حبكم الكبير ليا وحقيقي احساسكم واصل لي. شكرا من كل قلبي لزميلات الفنانات الكبار وكل الفنانين والاعلاميين واصدقائي وجمهوري وكل الناس اللي كتبت عني كلمة سبق ودايما في ظهر بعض في الشدائد. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا احسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.